شارع محمد محمود واحد من أقدم الشوارع في وسط البلد، بيبدأ من ميدان التحرير ومباني الجامعة الأمريكية اللي بتضم قاعات المحاضرات والمقر الإداري والمكتبة. البداية الأرستقراطية للشارع بتنتهي بخلفية شعبية معظم سكانها من أبناء الطبقة المتوسطة في عابدين، وعلى بعد خطوات من محمد محمود هتعدي على شوارع مشهورة زي شارع عبد العزيز جويش والتحرير وشارع الشيخ ريحان. من أشهر المعالم الموجودة في الشارع مدرسة سان شارل الكاثوليكية الألمانية، واللي تغير اسمها لليسي الحرية، ده غير عدد كبير من أشهر المطاعم والكافيهات اللي بيتجمع فيها كل الطبقات خاصة الشباب. ازيك يا محمود؟ تمام الحمد لله يا فندم. رقبتك وانت بتخيط الدريكسيون ورقبتك وانت بتعمل كذا حاجة، انت فنان يا محمود. شكرا جدا والله العظيم، فنان. ميرسي لذوق حضرتك. وبعدين عمري ما تعمقت في موضوع السروجي ده. تمام. انتوا مليون صنعة في بعض، يعني لازم تبقى ترزي ولازم تبقى كهربائي. تمام. ولازم تبقى ميكانيكي ولازم. تمام. تفهم في الفايبر، ما اعرفش الصنعة دي اسمها ايه. مزبوط. يعني صنعة هي متعددة الأغراض، يعني الصنعة عندي فيها تفاصيل كتير جدا. وانت اصلا خريج ايه؟ انا خريج اي تي. اي تي كمبيوتر يعني؟ كمبيوتر ساينس. وليه قررت ان انت تكمل شغل هنا مع والدك والدتك في الورشه؟ بكمل بقيه المهنه بتاعت والدي، مش عاوزها تموت. حاجات كتير، عاوز سمعتي تبقى كبيره. السمعه بتاعت والدي دي انا خايف عليها جدا وعاوز احافظ عليها. انتوا من اشهر السروجيه في البلد صح؟ الحمد لله يا فندم. يعني هي لله. بيزنس خد مجهود ان هو يتبني. مظبوط. والحفاظ على السمعه اقوى من السمعه. صح. انت شغال على ايه دلوقتي؟ انا شغال دلوقتي ان انا بكس تابلو بتعديل لي، يعني هو التابلو اصلا اوريدي ما فيهوش الخياطه بتاعته. انت عايز الستيتشنج ده، عايز الخياطه دي تبقى عاوز الخياطه دي تبقى على التابلو، لان هو العربيه المعدله بتاعت الاليجانس بتاع المرسيدس هو كده فابريك. فهو الراجل اللي عايز يعدلها تبقى شبه الجديده. شبه دي بالظبط. ايوه حلو الطلب ده. فانت عملت بقى كل الدبل خياطه. هو برسوماته، يعني هو بيديني صوره محمود انا عاوز زي ده، فبديله بالظبط الكوبي بتاعه بالظبط وتطلع زي الاصل. بتطلع الحمد لله بنفس الاصل بتاعه. طب وريني كده انت بتشده عليه. أوكي، ازاي؟ تمام. وبتشتغل بايدك يا محمود، يعني مش حضرتك. عامل عليهم بص لا طبعا انا عشان احافظ على سمعتي مش هدي الحته دي لصنايعي ان هو يعملها، لازم بايدي حضرتك. ما هو الصنايعي لو شافني اوريدي انا شغال غصب عنه هيشتغل. ويشتغل حلو. وهيشتغل حلو جدا. اكيد عندك هو... صنايعيه برضو مستوات. يعني عندي صنايعيه جامدين حلو. أكيد. يعني شغلهم حلو قوي. فاحنا كلنا دايره بتكمل قلب بعض. وريني يا خبر، انت شغال بالكله دي طول النهار؟ حضرتك شغال بيها طول النهار لان هي ثلاث ارباع شغلي. تشد جلد وتلزقه على تشد جلد وكذا حاجه. انا بعمل الطبلونات اللي بتبقى ضربه ايرباك برجعها تاني جديده. لما الايرباج ينفجر بعد حادثه ولا حاجه ينفجر بعد حادثه ترمه تاني. لان في طبلونات حضرتك مش موجوده اوريدي. عندكم حد بتاع فايبر يكون حاجه لو حادثه بوظتها تماما؟ لا انا بايدي برجعها تاني. انت بايدي بشتغل فيها صاج وبشتغل فيها معجون، برسم الشكل بتاع الهيكل اوريدي ان هو ما حصلش فيه حاجه. وانت اللي بتعمل كده برضه؟ انا اللي بعمل ده كله. انت متخصص اصلا في ايه؟ هو حضرتك انا متخصص جوه صالون العربيه، ده بتاعي من فوق لتحت، فأي حاجة فيه أنا بعملها. طب أنا هسألك سؤال خاص شوية يا محمود. أيوة فهم. أنت ابن بلد يعني، ها؟ شكلكوا ولاد بلد جداً، كلكوا رجالة جداً يعني. مش متضايق إن مامتك بتشتغل؟ ده أنا فخور بيها حضرتك. فخور بيها جداً. وإنها مكملة شغل لحد مكملة. دلوقتي. دي حاجة تقالي مش موجودة في أي ست. وإن المكان اسمه الحاجة. مظبوط. لا أنا بنكشك، أنا سعيدة بيها. أنا سعيدة بيها. شكر جدا. بس كنت عايز اعرف ان هي مخلفه رجاله كده وهم واقفين جنبها. لا حاجه ما تعبش بني ادم. لا دي حاجه تشرف. لا دي حاجه تشرف. هي علمتني وصرفت عليا وكبرتني وخلتني النهارده ابقى مسؤول وقد المسؤوليه. دي في حد ذاته التربيه دي صعبه جدا. حاجة لذيذه، حاجه تشرف بيها. هي حاجه لذيذه. حاجه تشرف بيها. وبعدين في وجود والدك، مش مثلا هي اضطرت. لا هي عايزه. موجود. هي عايزه لان والدها كان القسطه بتاع والدي كمان. ما هو عمه مش كده؟ هو ابن خال الجدي. فهي كلها كانت عيله واحده، كانوا بيشتغلوا في شركه النصر زمان، كانوا بيصنعوا العربيات 28 السروجي بتاعها، فاحنا اخذناها وراثه. يعني هم كانوا زمان بيشتغلوا في العجل فيات، النهارده احنا بنشتغل في البي ام والمرسيدس. فالتطور شيء. التطور هو الدم بيجري فيه الموهبه الحمد لله، لان دي مش صنعه، دي موهبه جوه البني ادم.
تحب العربيات يا محمود؟ جدا حضرتك. يعني بخاف منها. خايف من العربيات؟ بخاف من العربيات بس بحبها جدا. بتسوقش بسرعة؟ ما بسوقش بسرعة خالص. أنا ببقى ماشي بالعربية ما بعديش أوريدي 100. فعلا. خايف على الشغل؟ خايف على حضرتك. بص يا فندم. ده شاموا. السقف ده كان لونه أصلا بيج. أنت غيرت لونه؟ أنا غيرت لونه وخليته أسود. والزبون عايز يغير لونه ليه؟ تطور، عاوز يجدد. برضو يجدد الموضوع بشكل احلى. وده ماركه ايه؟ ده الماني، الخامه دي الماني. لا مش قصدي، قصدي العربيه دي ماركه دي مرسيدس. إيه؟ دي مرسيدس. مرسيدس يعني عايزها قلبها من بيج لسودا. لسودا. ده التابلو بتاعها؟ ده التابلو بتاعها. ده هتجيله قيافه جديده بقى كلها. وده الفرش بتاعها. بني. عايز بني في اسود. بني في اسود. عندك طلبات كتيره كده سبيشال، حد بيعمل احمر، حد بيعمل برتقاني. انت حضرتك الالوان دلوقتي اللي نازله في العربيات الجديده، فسفوري، بينك، الاخضر، الازرق، التميز. العربيات الجديده، الموديلات الجديده كلها نازله الالوان دي، مش حاجه تقليديه ان بقت كل عربيه اسود رمادي. لا، النهارده التطور بقى في الالوان. طب عندك صناعي تاني مثلا متخصص في حاجه تانيه من كراسي بقى، عفش، مين عندكم؟ انا عندي عبد الرحمن بيقعد على المكنه وبيفصل الفرش بتاع العربيه. بيفصل الفرش بتاع العربيه. ينفع اتكلم مع عبد الرحمن؟ اتفضلي يا فندم. اكيد طبعا. شكرا جزيلا. اتفضلي. شكرا يا محمود. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ والله الحمد لله بخير. نعم، قالوا لي ان انت يعني من المتخصص بقى في خياطه السكاي وخياطه الجلد وبتحب الصنعه بتاعه الكراسي. مظبوط. صحيح. مظبوط. انت من وانت عندك كام سنه في الكارد؟ انا في الصناعه دي بالظبط وانا عندي 13 سنه بدات فيها. 13 سنه. 13 سنه. خدتها بقى في المجمل ولا من الاول خالص وانت عارف؟ لا، خدتها من البدايه خالص. ايه بقى؟ يعني انا والدي اساسا في نفس صناعتي، كان سواق سيارات. أيوة. كنا احنا شغالين مع بعض. احنا كنا شغالين مع بعض في شركه السياحه، وكان مشغلني معاه، كان بيتحايل عليا ان انا اتعلم الصناعه دي، وانا اقول له لا. عايز تعمل انا ما بتعلمش وباخد شهاده عشان اشتغل سواق سيارات، ما بحبهاش. وتعلمت فعلا. فعلا، بس انا سبت الشركه مع والدي وخرجت بره، اتنططت بره، انا اتعلمت الصنعه دي لدرجه ان بعد فتره كان بيشوف شغلي ما كانش بيصدقني. يعني مش هو اللي علمك؟ لا 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 لا. تخرج يعني بتيجي مثلا شغل الساعه كام وترجع الساعه كام؟ يعني هي عقبتي العقبه اللي عندي الوحيده في موضوع مواعيد الشغل دي. انت السلوجيه بتاخروا؟ انا اعرف. هم كلهم بييجوا بدري ما عدا انا. انت لازم بتروح متاخر. يعني الحاجة بتعمل فيك ايه طيب لما متأخر؟ الله أكبر عليها، صوتها بيبقى بيسمع عابدين كلها. الله أكبر. بتقول لك يا عبد الرحمن ولا أوحش بكتير؟ لا يعني شوية كده. أنت حاسس إنهم أهلك يا عبد الرحمن؟ بس هي والدتي. طبعًا. لسه كنت هقول. طبعًا، أنا بقالي 11 سنة معاها. في حد يطلب منك فرش غريب مثلًا؟ نوع غريب، سروج؟ بتجيلي رسمة معينة كده غريبة كده أنا ما صممتهاش قبل كده، بس بفضل وراها لحد ما أصممها. او مثلا العربيات اللي هي الصالونات الكبيره، الليموزينات، بيبقى كابيتونيه وبالماس. الله ينور عليك، صح كده. كل الحاجات دي بتجيلنا وكل الحاجات دي احنا بنعملها. فانتوا بقيتوا عندكم سمعه في الغريب يعني؟ في الحاجه الجديده اللي هي مش ملحوظه قوي، يعني ما حدش بيشوفها قوي. اكتريت الناس دلوقتي اصحاب العربيات بيحبوا يعملوا قوسين وكنبه بس، سقف، يعمل دواسه بس، ان انت تحولي العربيه كلها من جوه مش موجوده في اي حته. صحيح. طب انا عايز اشوف غرزتك كده لاني اعرف ان العربيه دي انضف غرزه. لبست لك النضاره يا عبد الرحمن. انت بتحب الشغل الكلاسيكي اللي هو بني واسود وكده ولا بتحب الشغل المجنون؟ لا طبعا بحب شغل الجنان. بحب الجنان. ما هو الشغل الطبيعي مع اي حد بيعمله. لا، انت صنعتك شيك وحاجتك شيك وده احلى من الساده. ربنا يخليك. يعني كل حاجه فيها صنعه يد كده احلى من الساده. طبعا لازم الشغلانه تطلع من تحت ايدي A1، ما ينفعش تطلع حاجه ثانيه غير كده. انت راجل A1. ما اروح بقى اشوف الحاجه بتقول عليك ايه. وشيتك جميله يا حاجه فتحيه. ربنا يخليك بقى. وحسيت ان انت مسيطره على زمام الامور. على فكره مش لازم تشتغلي بايدك خالص. لا، لازم ابقى مسيطره. بس لازم عينك تبقى عليهم كلهم. ايوه. انا باجي الصبح الساعه 10، بمشي الساعه 1 بالليل. 1 بالليل؟ 1 12 على حسب بقى ما ربنا بيرزقنا. وحاج خليل ما بيقولكيش بقى كفايه يا ست بقى كبرنا ما نقعد بقى في البيت؟ لا لا لا، بالعكس، ده لما بيجي يوم بقعد في البيت بيزعل، بيقول لي لازم تنزلي، هو بيسندني
وانا بسنده، بنسند بعض كده، سندوا على بعض حلو كده زي ما بتقولوها انتوا، لازم نسند على بعض. كلمه حلوه كلمه وحشه، يتنرفز عليا تنرفز علي، بس في الاخر حاجه جميله. بنيجي اخر الليل كده بنقعد نتكلم بقى عن العيال وعن الاحفاد وعن مع بعضينا كده، بيبقى كلام جميل بعد شقه طول اليوم. حاجه بتبقى جميله كده اما تقعدي تطلعي اللي جواكي كله لجوزك، هو يطلع لك كل اللي جواه ليكي. 47 سنه يعني ما مليناش من بعض، ما مليناش خالص. ولا هو يقول لي انا زهقت منك، ولا انا اقول له لا انا كده خلاص اخلعك، ولا الكلام ده. لا خلاص، لا حاجه تيم واحد كده، حاجه كده ستايل واحد، نفر واحد. اللي يحب حد يحبب في خلقه يا رب. الحمد لله. الحمد طب لله. انا كده عايزه اديكي صوره، والله انا نفسي اديكي يعني الدنيا كلها، بس زميلتنا الفنانه ساره بترسم صوره لابطال حلقتنا. يا رب تعجبك. جميله يا ساره. الله جميله، تسلم ايدك يا ساره. الله والله انت اللي جميله. حلوه قوي يا ساره. جميله يا ساره والله، حلوه قوي. ميرسي يا حاجه فتحيه. على يا ساره. ايوه جميله، تسلم ايدك، حلوه قوي جميله. انا همشي بقى واسيبك لشغلك. عربيتك بيتك ومكانك، وفي رحلات سفرك عنوانك، واكل شارب عايش فيها، ومعاك على الحلو وعلى المر، وعشان كده دايما مراعيها ومحافظ من جوه ومن بره. لو حد خدشها بتتضايق ويروق بالك لو تغسلها، طول ما انت وعربيتك واحد كل المشاوير هتكملها.